السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في المرشد في النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي صفحة 15. إذا عندنا باء، ألاحظ تطور زهرة فاكهة الفراولة إلى ثمرة. إذا كيف ما تنشوفوا بأن هنا فاكهة الفراولة، ولكن نشوفوا التطور ديالها من الأول إلى أن تصبح ثمرة. كما تنشوفوا هنا في المشهد الأول عبارة عن زهرة، هي تتكون أول ثمرة، أول الطريق ديالها تتكون على شكل زهرة، من بعد تتطور شيئا فشيئا تتحول إلى أن تصبح ثمرة. كما تنشوفوا هنا زهرة دازت واحد المدة، واحد الأيام ولات على هذا الشكل. ثانيا ثالثا زادت نضجت شوية، رابعا زايدة في النضج هنا، خامسا كيف ما تنشوفوها ولات ثمرة ولكن غير ناضجة، مازال ما طابتش غير ناضجة، بداها الحمرار شوية من هنا، ولكن هنا بقى الشكل اللون ديالها أخضر، خص يكون اللون ديالها أحمر على حسب كل فاكهة، ولكن هنا تنهضرو على فاكهة الفراولة وهو الفريز كما تنشوفوها هنا في طريقها الى النضج الى ان تصبح جاهزة للاكل، وهي ثمرة لونها وشكلها كذلك. اذا عندنا هنايا قلنا اربط كل بنية اساسية للنبتة بوظيفتها. خامسا ادون ما توصلت اليه في دفتري. سادسا استنتج واستخلص في دفتري. اذا كما تنعرفوا بان احنا درنا استنتاج هنا ديال الفراوله، هنا اطبق واقوم. اولا احدد اجزاء النبته التاليه، عطاونا واحد النبته ونحددوا الاجزاء ديالها. بحالاش غنحب نحددوا الاجزاء ديالها؟ نبداو من هاد النبته الصغيره، لان ربما هاد النبته هي هذه، ولكن سواء كانت هي ولا ماشي هي، هنا التصغير ديال النبته بقى في طريق النمو، نعرفوها شنو هو المكونات ديالها. كما تنعرفوا بان الشجره خاصنا نسقيو الجذور ديالها، هما هادو الجذور، لان الجذور هي التي تمتص الماء، والشجره محتاجه للماء لتنمو تكبر. وما نرشوش الماء على الاوراق ديالها لانها تفقد رائحتها وتتذبل مع الشمس. اذا هنا كما تنشوفوا اول مراحل ديال اي نبته وهو الجذور، تيكون في الاول الجذور، جذور صغار، حنا تنلوحوا النبته في الارض تتولي على شكل جذور صغار، شويه تيبقى يكبر شويه الساق تيبقى يكبر، ومن بعد الساق تتفرع وتتعطي الاوراق وهي تتكبر، ان لان التفرعات ديال الاوراق تجي من الساق ولا تفرعات الجذور الاغصان في الشجره الكبيره. اذا هنا داروا لنا واحد السهم تيعنيو لنا شنو هادو كما قلنا دابا شويه بان هادو سميتهم الجذور، هادو هما الجذور، جذور الشجره، وهي التي تتغذى، لان النبته تتغذى من الجذور. الماء تيكون في الارض، تنرشوا الماء في الارض والجذور تيجروها للسق وتيطلع الماء مع السق وتيعطي النبته الحياه تتشرب الماء. اما الضوء والشمس، الاوراق هما اللي تحتاجوا للضوء والشمس، لان الاوراق الى ما درنا ليهمش الضوء، درناهم في واحد المكان اللي هو مغلق مظلم، تيدبلوا الاوراق، وكذلك يحتاجون الى الشمس. عندهم تحتاجوا الاملاح المعدنيه، وهي الاملاح المعدنيه تتكون على شكل سماد تنديروه في التربه، تتمتص من الجذور وتيطلع عبر الساق باش تيعطي واحد القوه لهذه الشجره وتتنمو بسرعه. اذا هذا كما تنعرفوا هذا هو الساق، هذا هو الساق.
عفوا هادو هما الجذور، تنعتذر، هادو الجذور، ودائما الجذور تيكونوا تحت الارض تحت التراب، ما تيبانوش لينا في النبته، ولكن الا قلعنا النبته من الارض تلقاو الجذور ديالها. هادو هما الجذور. عندنا هاد السهم هذا شنو تيعلينا؟ هذا كيف ما قلت لكم سابقا، هذا هو الساق، الساق ديال اللي تيوقف الشجره النبته ولا الشجره، هذا سميتو الساق. تنعتذر عيانه شويه. اذا تعرفنا على المكونات ديال هاد النبته الصغيره وهي الجذور والساق. نمشيو لهاد النبته الكبيره. كما تنشوفوا هاد النبته هذه، شوف الجذور ديالها كثيره، علاش؟ لانها شجره كبيره بدات في الثمر، بدات تعطي الثمر، والشجره ملي تتبدي تعطي الثمر تيكونوا الجذور ديالها كبار باش تتشد راسها في الارض مزيان. اذا عطاونا الضوء من هنا، عطاونا هاد السهم هذا فين تيمشي. كما تلاحظوا هذه هي الثمار، هذه هي الثمار اللي عطينا، وهاد الثمار ديال الشجره هي الطماطم، عطاتنا الثمر. اذا هذه الثمر، غادي نمشيو لهذا، عطاونا هذه، ها هي داير لها التكبير ديالها. شنو هذه؟ هذه الازهار، ازهار ولا زهره ولا هذو تيتعتبروا الازهار. نتوما بغيتو ديروا المفرد، انا دايره الجمع. بغيتو ديروا ثمره، بغيتو ديروا زهره، انا دايره الثمار، حسبتها الثمار الازهار. عطاونا سهم اخر، عطاونا هنا وهنا، شنو تيتعتبروا هادو اللي خضرين؟ هما الاوراق، هما الاوراق، هادو هما الاوراق. كما تنعرفوا بان الازهار تيولي، تتولي في الاول ازهار ومن بعد تتعطي الثمر. الزهره ديال الشجره هي اللي تتعطي الثمر، الازهار هما الذي يعطينا الثمر. اذا نشوفوا، غادي نشوفوا النشاط الثاني. اذكروا الجزء المناسب لكل وظيفه، هالجزء نكتبوا هنا الوظيفه ديالو، هما عطاونا الوظيفه ديالو باش نعرفوا شنو هو الجزء. تمتص الماء والاملاح المعدنيه، شنو هي اللي تتمتص الماء والاملاح المعدنيه؟ كيف ما شرحنا هنا، راه شرحت لكم هنايا، تمتص الماء والاملاح المعدنيه وهي هذه. كيف ما قلت لكم الجذور، الجذور هي التي تمتص الماء من الارض، لان احنا منين نسقيو هنا التربه تيهبط الماء، تتنوض الجذور تتمتص الماء باش تطلعوا هنا على الساق وتيتفرع الاوراق يوصل لكل اجزاء النبته. اذا الجذور، الجذور، الجذور هي التي تمتص الماء والاملاح المعدنيه، الجذور، غير ركزوا راه ساهل. تمتص الضوء وتعطي النبات اللون الاخضر، قلناها سابقا، قلنا بان تمتص الضوء وتعطي النبات اللون الاخضر، وهي الاوراق، الاوراق هي اللي تحتاج للضوء والشمس. علاش؟ لان ما كاينش الضوء والشمس هاد الاوراق تيتبدل اللون ديالهم، تيرجع اللون ديالهم اصفر ذهبي، ومن بعد تتموت النبته ولا داك الاوراق ديالها، لان النبته تحتاج الى الضوء والشمس، محتاجه ليهم باش الاوراق ديالها ما يذبلوش وما يتموتش النبته. اذا الاوراق هي التي تحتاج تمتص الضوء وتعطي النبات اللون الاخضر، إذن الاوراق. عندنا تتحول الى ثمره، قلتها سابقا، قلنا بان الزهره، الزهره تتكون في الاول زهره ثم تتحول الى ثمره، تتكون زهره تتحول الى ثمره. هنا قلنا تتحول الى ثمره، اذا هي الزهره هي التي تتحول الى ثمره. قالوا لي هنا تنقل الماء او الاملاح المعدنيه الى باقي النبته، تتنقل الماء ماشي تتمتص الماء، تنقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي النبته. قلنا هذا شنو الدور ديال
ديال الجذور تمتص الماء كما شفنا. تمتص الجذور هي التي تمتص الماء والاملاح، غير تتمصهم. ولكن شكون اللي تينقل هذاك الماء والاملاح؟ هو هذا تتنقلهم من هنا ويمشيوا لهذا الجانب ولهذا الجانب، هما طالعين مع. اذا هذا هو الذي ينقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي النبته كلها. اذا هما تنقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي. اذا هما الجذور. تنقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي النبته. هو الساق، تنعتذر، هو الساق، لان الجذور تمتص الماء والاملاح، اما الساق هو الذي ينقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي النبته. الساق هو الذي ينقل الماء والاملاح المعدنيه الى باقي النبته في الاتجاه هذا. هذا كل ما يخص صفحة 15 من مرشد في النشاط العلمي المستوى الرابع ابتدائي. تنتمنى هذا الفيديو تستافدوا منه، وما تنساوش الدعم ديال القناة، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.